السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن نحن في فيديو جديد. هنا عثرت على أحد الإشارات توجد بصمة تأكيد هذه الإشارة، انظروا إليها إنها مثل هلال. هنا أيضا يوجد قص صخري واضح، إنه قص صخري واضح، انظروا إليه. هذا المكان يوجد به شيء، مكان كنيزي، لذا سأذهب معكم في جولة في هذا المكان. هنا يوجد سيال، هذا السيال يرشدنا إلى الأسفل. هذه هي تتمة السيال. وهنا أيضا توجد هذه، انظروا إنها مغارة أو باب كهف مغلق. هنا توجد هذه الصخور، إنه فخ ميكانيكي كما تشاهدون. هذه الصخرة أمامي، إنه فخ ميكانيكي. وهنا بعض الجرون لم أستطع الصعود إليها، لذا سأتمم معكم الصعود. هذا سيال أيضا، هذا سيال. هذا المكان جميل جدا، انظروا معي إلى هذه الجبال وهذه الطبيعة الخلابة، إنه مكان جميل. بورت كنيزية يعني أحد السكان القدماء قد مر من هذا المكان. الإشارات الكنيزية لا توجد إلا القليل منها في هذه الصخور، لذا يجب علي البحث بدقة كي نرى هل توجد هنا إشارة كنيزية أم لا. في الأسفل عثرت على بعض الإشارات، هنا جرن، وهنا أيضا هذا جرن حقيقي، وهذا قص صخري. هذا القص صخري يرشدنا إلى الأسفل، ها هو اتجاهه من هنا إلى الأسفل. وهنا توجد بعض الإشارات لكنها طبيعية، انظروا إلى هذه إشارات طبيعية. هذه إشارات حقيقية من صنع الإنسان. هنا حرف تي على ما أظن، إنه حرف تي، ولكن هذا الضلع طويل، يعني نتتبع هذا الضلع. هذه الصخرة عثرت على هاتين الإشارتين هنا في هذا المكان. يجب أن تكون أكثر من إشارة، لأن هذا المكان تكنيزي، وهذه الجبال تكنيزية أيضا للسكان، يعني السكان القدامى كانوا يقطنون هنا لأنهم كانوا يتجهون إلى الأماكن العالية كي يرون العدو عندما يكون قادم إليهم. عفوا. هنا عثرت على هذا الجرن مستطيل، وهنا أيضا جرنين، انظروا إليهما. هذا المكان يوجد به مربط الفرس، إنه مربط الفرس واضح. مربط الفرس لديه اتجاهين، الأول إلى الأعلى والثاني أيضا إلى الأعلى، يعني مربط الفرس تمويهي.
لذا سنتمم البحث في هذه الصخور. وهنا أيضا مربط الفرس آخر، انظروا إليه، إنه مربط الفرس آخر. هذه الصخور العالية التي توجد فيها هذه الإشارة، انظروا معي، هنا جورنين، انظروا إلى هذا الجورن، وهنا جورن بيضاوي، وهنا بصمة تأكيده، تأكيد هذا الجورن، يعني هذا الاتجاه، إنها بصمة تأكيد هذا الاتجاه. هنا يوجد جورن أيضا، وبه مخرج من هنا، انظروا معي، إنه اتجاه أيضا إلى الأسفل. وهنا جورن مستطيل مفتوح في هذا الاتجاه، يعني نفس الاتجاه الذي يدلنا عليه هذا الجورن. هذا الجورن اتجاهه إلى الأسفل، وهذا الجورن مستطيل اتجاهه إلى هذا المكان، وهذا أيضا اتجاهه في هذا المكان. وهنا يوجد مربط الفرس، انظروا إليه، مربط الفرس يشير لنا في هذا الاتجاه، يعني على هذا الشكل، يعني يجب علينا أن نجد إشارة في هذا الاتجاه أو إشارة في هذا الاتجاه لكي نتتبع مكان الدفين مباشرة. هنا أيضا يوجد مربط الفرس صغير، وهنا قص صخري، انظروا إليه، أيضا إلى الأسفل، يعني يجب علينا أن نجد الإشارة التي تكلمت عنها التي توجد في هذا المكان كي نتتبع تلك الإشارة. هنا يوجد جور، يعني في نفس الاتجاه، يعني هذا الاتجاه، انظروا معي في هذا المكان. لذا هذا الجرن يرشدنا إلى صخرتين مثل هذه الصخرة، صخرة مثل هذه وصخرة مثل هذه. في الأسفل سوف نبحث عن هاتين الصخرتين. هنا يوجد جرن، انظروا إليه، جرن حقيقي. والآن سأحاول النزول إلى الأسفل كي نبحث عن الإشارة التي تدلنا عن الصخرتين. هذا هو المكان الذي كنا أسفله بعد قليل. هذه هي الصخرة التي يوجد بها تلك الجرن، انظروا معي. نحن في الاتجاه الصحيح، هذه هي الصخور التي أسفل ربما أفخاخ ميكانيكية، سأحاول الابتعاد عنها. وهنا قص صخري، انظروا معي إلى القص الصخري الصحيح، هذا قص صخري وبه اتجاه، انظروا معي اتجاهه يرشد إلى الأسفل، انظروا في هذا المكان. وهنا تتمة هذا السيال، انظروا إلى نفس هذا الاتجاه يشير لنا إلى هذا السيال أيضا. هنا يوجد مثلث، انظروا إليه، ويشير لنا في هذا الاتجاه، انظروا إلى بصمة تأكيده. والآن نحن في المكان الصحيح، لذا سننزل إلى الأسفل، سننزل إلى الأسفل كي نبحث عن الإشارات التي أرشدنا إياها تلك الجرن. هذا هو السيال الذي عثرنا عليه قبل قليل، وهنا تتمة السيال، هذه تتمة السيال. والآن سنبحث في هذا المكان
عن أي إشارة أشارت إلينا تلك الزرن في هذه الصخرة. انظروا معي إلى هذه الصخرة، إنه الشاهد، إنه الشاهد حقا. انظروا إليه، سنبحث في هذه الصخور عن أي إشارة. هنا يوجد هذا السيال، أظن أنه تتمة هذا السيال الأفقي. هنا انظروا جار، هنا توجد بعض الإشارات. انظروا معي مثل هذه، إنها من صنع الإنسان لأنها ملسأ من الداخل. وهنا واو، انظروا معي صخرتين وبهما علامتين. هنا إشارة الأولى، هذه إشارة، وهذه الصخرة توجد بها بصمة. وهنا هلال، يعني هذا المكان قريب، الدفين قريب من هذا المكان. انظروا إلى تشكيلة هذه الصخور، هذه الصخرة أيضا يوجد فيها مثل هلال أو هلال حقا. انظروا إليه، يعني هذا المكان تكنيزي في هذه الصخور. سنحاول البحث بكشف المعادن في هذا المكان بأكمله كي نرى إن كان هنا دفين. انظروا معي إلى هذه، إنه الشاهد حقا، شاهد حقيقي، صخرة فوق هذه الصخور. الآن سنستعمل كشف المعادن في هذا المكان لكي نثبت مكان الدفين إن شاء الله. والآن سنستعمل كشف المعادن كي نبحث بجانب هذه الصخور التي عثرنا عليها. يا بسم الله، انظروا معي إلى هذه الصخور. هذا المكان تكنيزي، انظروا معي إلى هذه الصخور. وهنا شجرة الزيتون البري، انظروا إليها. هنا زورن حقيقي، هذه الإشارات، إشارات تكنيزية. انظروا معي إلى هذه الصخور، هذا المكان جيد. هنا زورن حقيقي أيضا وبه سيال، يعني هذا المكان. وهنا زورن مربع، وهنا الصخرتين. سنبحث بجانب هذا السيال أيضا. ثم هذه الصخور مشكوك فيها، الصخور مشكوك فيها. هذه بها إشارة، انظروا معي إشارة التي عثرنا عليها. واو، انظروا معي إلى هذا الصوت، انظروا معي. كنت أشك في هذا المكان، هذه الصخرة توجد بها هذه الإشارة، إنها إشارة حقيقية.
من صنع الإنسان. انظروا معي إلى صوت الكاشف أو صوت مرتفع. وهنا يوجد ذرن تأكيد ينظر في نفس الاتجاه التي رنا فيه الكاشف في هذه الصخرة. انظروا معي، هذا مكان تكنيزي. انظروا إلى هذه الصخور التي وضعها السكان القدامى، يعني هذه تشير لنا إلى هذا الاتجاه في هذه الصخرة. انظروا هذه الصخرة، يوجد هنا مثلث، انظروا إليه يشير إلى هذا المكان بالضبط. سأحاول إزالة هذه الصخور وقلب هذه الصخرة لكي أرى هل يوجد أسفل هدفين أم لا. إن شاء الله هذا هو المكان. انظروا معي، هذه هي الصخور التي أشارتنا إلى هذا المكان. وهنا جرن التثبيت، انظروا إلى إنه صغير. والآن سنبدأ بإزالة هذه الصخور، هذه الصخرة. انظروا معي، هذه هي الصخرة التي عثرنا عليها على تلك الإشارة. انظروا معي، وهنا المثلث التي يشير إلى الأسفل. إذا سنبدأ بالحفر في هذا المكان إن شاء الله. يا بسم الله، الله ما قدر، الله ما قدر، الله ما قدر، الله ما قدر.
واو اللهم بسم الله سنتفقد هذا المكان. هل ما زال شيء هنا أم لا؟ أظنه